لأول مرة بالمغرب تقدم مستشارون من فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بمشروع قانون خاص بتوقيع عقوبات رادعة في حق المتبولين والمتغوطين في الشارع العام. المشروع يقضي بمعاقبة من يعثر بالمجال البيئي مثل رمي الأزبال إضافة إلى التبول أو التغوط في الأماكن الغير المخصصة لهذا الغرض. المقترح ذاته يلزم الشخص الذي قام بالمخالفة بتنظيف المكان والأماكن المحيطة به لمدة شهرين. ويذكر أن المتقدمين بالمقترح طالبوا بتخصيص دورية مرتبطة بشرطة البيئة لمراقبة المخالفين وتحرير محاضر بشأنهم قبل أن تحال ملفاتهم على النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأعمال والعقوبات الزجرية في حقهم.